السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب الحاطبين، حياكم الله في مقطع جديد. سوف نتحدث عن Resident Evil Village. طبعا في تسريبات أخيرة أو إشاعات كان تدلل أنه البلايستيشن 5 ما يقدر يشغل لعبة Resident Evil بشكل مناسب، يعني في مشاكل موجودة في اللعبة. طبعا أستك جيمرز يقول أعتقد أنني سأكون واضحا هنا. أوكي، أنا أتحدث عن لعبة Resident Evil Village. يقول أنه كان أداء اللعبة الفظيع الذي شاهدتموه في حدث الكشف عن لعبة PS5 مع معدل الإطار المزري معبرا عن حالة اللعبة على البلايستيشن 5 قبل بضعة أشهر، ومن الواضح أن اللعبة تعمل بشكل مثالي على Xbox Series X، إلا أن المطورين واجهوا بعض المصاعب لتقديم معدل إطارات ثابت على البلايستيشن 5، والذي سجلت منه سوني المقطع الدعائي الذي عرض في الحدث الأول. ولكن يجري التطوير على اللعبة على المحرك المعروف اللي هو RE Engine، ويقوم المطورين بالمزيد من التحسينات للاستفادة من اللعبة. وفي حديث ثاني يقول لكن اللعبة واجهت مشكلات أيضا على دقة 1080، وأنا لا أتحدث فقط عن الفيديو التشويقي على الرغم من أنه يمكنك بوضوح رؤية ذلك فيه. يعني واضح أنه يقول أنه كان الجرافيك ما لهذه الدرجة، هو ما دفعني لسؤال المطورين وأوصلني إلى هذه النقطة. يعني إذا أنا أشوف حديث هذا الشخص اللي هو دوسك جلوم أو الأستيك جيمر، أوكي، شو المشكلة؟ ما المشكلة أن هذا الشخص باستطاعته أنه يتواصل مع المطورين في شركة كابكوم، ودلالة على أخبار كثيرة سربت من قبل هذا الشخص، أوكي، وكانت الأخبار صحيحة بنسبة 99%. طبعا الكلام هذا الحين أوكي واضح أنه في مشاكل في لعبة Resident Evil فقط على البلايستيشن 5. طبعا هناك يقول هناك في عدد من الأسباب وراء ذلك، ولكني لا أعرف التفاصيل، أنا فقط أعرف المعلومات وأعرف أنها حقيقية. ومع ذلك أنا أعرف أيضا أن كابكوم تمتلك بعض الأشخاص الموهوبين للغاية، كما أن المحرك قابل للتخصيص جدا، لذا من المحتمل أن تعمل اللعبة بشكل مثالي عند الإطلاق. طبعا بعد خبر أستك جيمر ظهور بعض المطورين من بعض الشركات وكذبوه بالكلام اللي قاله، وقالوا انه هذا شيء مستحيل وشيء من هذا النوع. طبعا لا تزال هذه الاخبار يعني مصدرها غير ثابت والكلام يروح ويجي، فاتوقع انه الخبر مثل هذا يعني يعتبر كبداية، فلابد المبرمجين راح يحصلوا حل مماثل لتعديل الأخطاء هذه اللي قاعدة تحصل، على الرغم أنه كثير مبرمجين أشادوا بجهاز البلايستيشن 5 أن برمجة الألعاب سهلة جدا عليه. ممكن في بعض المشاكل عن طريق الـ RE Engine، طبعا كل واحد له محرك اللي هو محرك الـ Unreal Engine، طبعا ما كان في أي مشكلة اللي هو Unreal Engine 5 طبعا، وكان كثير مديح ومدحوا انه الالعاب تشتغل بشكل مستقر على جهاز البلايستيشن 5. في خبر اخر، اوكي، ليش اللعبه هذه ما راح تنزل على الجيل الحالي البلايستيشن 4 وعلى الاكس بوكس 360؟ طبعا اكدت كابكوم بان لعبتها ستصدر فقط على البلايستيشن 5 والاكس بوكس سيريس اكس والحاسب اللي هي الجيل القادم، لكن ماذا عن الجيل الحالي البلايستيشن 4 والاكس بوكس 1؟ طبعا مسرب الاخبار، اوكي، اللي هو أستك جيمر والذي يعني تكلم عن تسريبات كثيره عن اللعبه، اوكي، وقبل الكشف عن العرض هذا كان كلامه صحيح بالاشياء اللي تكلم عنها. اكد المسرب انها كانت بالفعل قيد التطوير، لكن المطورين واجهوا مشاكل وعقبات بالعمل على هذه النسخه، فهم استهدفوا مستوى معين من الرسومات والتي ما زالت قيد التحسين، يعني عن ما شفناه في العرض الأول هذا اللي نزل في الشهر الماضي. طبعا ضمن هذه المشاكل هي معاناة اللعبة من شاشة التحميل الطويلة، يعني راح تكون عملية التحميل
طويلة جدا يعني لحد ما تدخل داخل اللعبة. وفي مشاكل اللي هي بالتكتشرز أعتقد، مثل التأخر بإظهار المقسمات أو رسومات بالمشهد أثناء الحركة، ما هي المضلعات المقسمات تبع اللعبة. طبعا في هذه اللعبة هناك تركيز كبير على الاستكشاف، وهذا يعني أنك كلاعب ستنتقل كثيرا بالقرية، أي أن هناك الكثير من المراحل يجب أن تحملها، وهذا السبب أدى مشاكل بسبب محدودية قدرات الجيل الحالي اللي هي البلاي ستيشن 4 والاكس بوكس 360، والتي أدت أيضا لحد الطموح بالرسوم الذي يسعى إليه المطور مع هذه اللعبة. عذرا أقصد اكس بوكس 1 أو اكس بوكس اكس 1. المهم المطورين أوكي، هذا السبب اللي خلاهم انه ما راح ينزلوا اللعبة على البلاي ستيشن 4 والاكس بوكس 1 اكس الذي يطمح اليه اللاعبين، انه كل يعني يريد ان اللعبة هذه تنزل على هل اجهزة قبل انها تنزل في الاجهزة القادمة، يعني يكون لها نصيب يعني. وعشان كذا تخلل المبرمجين عن نسخة الجيل الحالي، والنتيجة إعطاء اللاعبين تجربة خالية من شاشات التحميل مع رسومات بجودة تفوق ما قدمه ما قدمته يعني في العرض الأخير. طبعا العرض الأخير كان على الرغم من الجودة اللي موجودة فيه، بس في مشاكل في الرسومات. طبعا هم الحين اعتمدوا على النسخة المحسنة من محرك RE Engine الكبار، ويبدو بأن المطور يعمل على تحسين الرسومات أكثر مما ظهر في الكشف عن اللعبة، الكشف الأول عن اللعبة. شكرا لكم على حسن المتابعة، لا تنسونا من اللايك والاشتراك في القناة. حياكم الله.